احنا بالنسبه لنا كمكتب كيكون عندنا لقاء مع الناس وكنشوفو كنعيشو معاهم مشاكل وكن الناس كتوصل بهم البكاء كاع. هما نساء هنا ارامل، كاينين الناس ارامل هنا، يا حرام واش هاد الارمله ما عندهاش الحق؟ حنا بغينا هادشي يتقنن، نعم ماشي، ولكن ما تمشيوش لديك الجهه الضعيفه، الجهه الضعيفه لا. على هاد دابا الفيسبوكيين مع كامل الاحترام، هاد الاشاعات وهذا وهذا، حنا موجودين، ولكن قبل ما تكتب وقبل ما تنشر جي شوف بعينيك. حنا ما كنقولوش عاوتاني كلشي الغارديانات زوينين، لا اتونسيون باش نهضروا بما يرضي الله، ما نمشوش حنا الاتجاه. انا كمسؤول نقابي ما نتجعش النقابه ونقول بان راه الناس ظلموا، لا في اي مجال سير انت كاع، سير الاداره عليا كاع غتلقى فيها المشاكل، سير المسجد غتلقى فيه المشاكل، ودارك ولادك، ولادك اللي ولدتيهم من صلبك معاهم المشاكل، حتى واحد ما كيشبه الاخر. فلهذا المهم الكلام طويل في هذا المجال، غير حنا بغينا الناس المسؤولين. الاخص هذا الاخ مرشد الله يجازيه بخير، انا كناخذ ليه العذر من واحد الجانب، ماشي كان جمال ولا كان حزار ولا يعني ما عرفناش اش كاين من فوق منه، هو ربما كاينه شي حاجه اللي مضغوطه عليه هو باش ناخذوا ليه حتى هو العذر، لان الانسان ما يمكنش، هو ماشي مؤمن، راه مؤمن تبارك الله، راه ولد، هو شعبي، ولد حي شعبي، ودازت هو صغير وكيتفهم هاد الامور ديال الضعافه وديال، اقسم لك بالله لا كيعرف داك الشيء من ا لزيد، كيعرف شكون هو ب الجلالي وشكون هو ب المعطي، هو راه ماشي عاش معنا وشعبي، وكان حتى هو داز في هاد المراحل وعنده تجربه في الاحزاب وعنده انا كناخذوا العذر من هذا الجانب. ربما هو واحد النقطه اللي بغيت نشير لها، ما وقعش بينه وبينه حوار باش نقربوا لبعضياتنا ونتناقشوا ونعرفوا شنو هو المشكل. سيد الرئيس حنا اكن لك انا بعدا شخصيا الاحترام والتقدير، حنا ما تنهينوش الرئيس، حنا بغينا غير برك معنا على طاوله الحوار واشرح لينا، ربما ناخذوا لك العذر باش حنا نقتنعوا، لانك ماشي انت اللي كتقول الو كتزعزع الدار البيضاء، انت ضعيف بحالنا بحالك، انسان راك كتساير الناس الدراوش، وهذه هي الفئه، هذه هي الفئه اللي جعلت السيد الرئيس يكون في هذا المنصب. فلهذا انا راه مازال كنقولها والله فوق مني من قلبي، انا كناخذ له العذر، كنقول له راه ما عرفناش اش كاين ورا الستار، لان ملي كتشوف كتسمع انفار رخصات، كتسمع عين الشق رخص، كتسمع سيدي بليوت رخص، اذا المعارف علاش؟ المعارف علاش؟ اذا عندك مشكله سيد الرئيس الله يرحم والديك، هذه رسالة موجهة لك مني أنا، برك معنا على طاولة الحوار. أنا قلت لك مازال قبيلة قلت لك ناخذ لك العذر سيد الرئيس، راه ما عرفتش الحال كي داير، ربما شي حاجة قبح أكثر منك، ربما لأن مستحيل رئيس مقاطعة يمس بالدراوش، حيت لاباز ديال أي رئيس في هذه البلاد هما الدراوش، وهذه قناعة عنده هو، وأنا شفت واحد الفيديو ديالو، أنا شفت هذا مرشد شفت الفيديو ديالو، يعني هو كيعترف راه حنا هاد البلاصه فين مريحين قالها بفمو، السباب هما نتوما هما الدراوش. اذا ماشي غير نوض واحد الشمكار مسخ ديال الخلا، شكون هما اللي داروا لنا لي بروبليم بعدا؟ ناس صحاب كيف كنقولوا ناس طغاة كياخذوا البلايص تصنت ليها، كيشد مثلا هاد المساحه هادي كيدير هاد الكارديان، تما يقولش لك اعطيني 1000 فرانك، كيقسمها على خمسة لي بارتي بحال هكا، كيقول لك انت يا سيدي غتجيب لي 100 درهم وانت غتجيب لي 100 درهم وانت غتجيب لي 100 درهم، اذا هذا الغارديان من غيجيب لك هذا 100 درهم؟ اذا هنا الباب مسدود، غادي يتطرق لشي حاجه اخرى ما عندوش، غيمشي لاتجاه واحد، شنو هو الاتجاه اللي غيمشي ليه؟ هو يبدا يهضر باسلوب بشكال، احنا مغاربه وتنعرفوا بعضياتنا، دابا ملي ولا غارديان واش هادو ديال هادشي؟ ما غاديش واحد مسخ وغادي يخرج على هاد الناس هادو، لا يعقل صاحبي، وهذا ظاهر. قلبهم الى لقيتي شي واحد فيه شي شرطه هنايا يعني كلهم دراوش كيقلبوا على الخبز، اي راه ولاو سيدي غارديانات يتباهوا، احنا معاهم، احنا باغيين نقنوا هاد، ولكن بغينا معهم غنتواصلوا. واش حنا المكتب النقابي بالنسبه للمعارف واش هو ضد الرئيس؟ لا، لكن الجميع كاع اللي في هذه الاداره الاحترام والتقدير، كاع اللي سهر على رخصه ديال الدرويش وشدها وطلعها وعاون حتى لعند الرئيس وسينها جزاه الله خيرا، نطلبوا ليه الخير، نرى ماشي ضد الرئيس، المكتب النقابي
باغي غير الحقوق ديالو. وكيف قلت لك بخلاصه سيد الرئيس راه كناخذوا لك العذر، غير بغينا هذا العذر يكون فيه توضيح باش حنا نرتاحوا نفسانيا.